شو ما قاعد ماشي عار ماشي عيب. اللهم اين هذو منك يعني مستعد تخلص فلوسك غير يجي اللي يحسب فقط يعني يجي الترونسبور ويجي يجي انا مش نجيبه ما عندوش تخلصي الترونسبور خلصي الدواء انا المهم عندي العودي الدواء الدواء ودابا حنا العودة كيدير 20 مليون ما شاء الله وقدر داكشي كلشي مكاتب وكلشي كاين هذا العود ديال هذا العود ديال تبوريزا كنلعبوا فيه الموسم ديال القناديز راكب عليه الدري ولدي لقيتها اللي طاحت لي المكحل الله وخرجت في العود هنا عطى الله عطاه زينا جنا هاد لي فيترينير ديالنا في خريبكا جنا ب 50 كيلومتر باش جنا لخريبكا اي فيترينير مشينا عنده ما عنديش البنج لا مسافر لا ما كاينش هاد الحاله راه خايبه واش كاع كلهم هاد لي فيترينير سافروا كلهم في هاد شهر 8 وعارفين الوقت ديال المواسم وعارفين الوقت ديال المواسم وعارفين الوقت ديال التبوريضه وعارفين لا ما يمكنش واخا هو خصوصي ديال راسو كما كنقولوا ديال راسو خاص الدوله خاص الناس مسؤولين ديال البلاد يبقاو يعطيهم لي كونجي يبارطاجيو لهم لي كونجي القطاع يتاثر يتاثر كونجي هذا 8 هذا 7 هذا ودابا حنا هاد العوض كيدير 20 مليون هاد العوض راه ب 20 مليون واش هاد العوض ما كاينش شي 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 انسان ما كاينش شي طبيب فيه انسانيه مشينا عند الطبيب لا داعي للاسم ديالو خرج عندنا زوج ديال الطبه ديال لي فيترينير وما عندنا ما نديروا ليه وما عندناش البرج اللهم ان هذا منكر واش هذا حيت واش هذا حيت حيوان لو كان هذاك السيد كان هذا ولدو ولا كان هذا العود ديالو هو ولا ديال خوه ما غاديش يقول لنا واش حنا جبنا ب 50 كيلومتر حتى لعندو حتى الباب ديال العياده وخرج ودار لنا هكا قرضف علينا لا ما عندي ما ندير ليه لا خصني البنج لا ماشي معقول هذا راه شيء لا يعقل هذا الشيء راه غادي يحيد هاد التبوريضه ويحيد هاد التراث المغربي الاصيل هاد العود راه بيه جا الاسلام وبيه جا الاسلام بيه جا الاسلام الناس راه حاربوا به وغزوا به وهاد التبوريضه منين جات تراث مغربي اصيل من الجهات اللي كانوا كيديروا الاولين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واش هاد العود ما يبقاش في الانسان ماشي حشومه كاع ماشي عار ماشي عيب اللهم اين هذا منكر هاد العود ب 20 مليون خلوه يموت هاد الشيء حنا اجتهاد منا درنا ليه هاد الرشاشه ودرنا ليه بيتادين ودرنا ليه بيني داك الشيء الكراسي الحاج غير هذا ضروري من الخياط خاصو يتخيط ايرجونس خاصو يتخيط ايرجونس خاصو ما تفوتش عليه 24 وشو دابا شنو غدير السيد؟ ما عندي ما ندير اللي قلت لي كيقول لك شفنا واحد الطبيب غادي يجينا ان شاء الله الرحمن الرحيم واخا ماشي من الاقليم قال لنا الصباح غادي نجي وكنتمنى والله ما يكون والو حنا هاد الضربات ما كنخافوش منهم حنا راه كنا نديروا لهم الحرمل والشبه وشب اليمن وهادي انا مرارا وخيطنا ولكن ماشي بحال هاد الضربه حتى دابا هادي ماشي ضربه واعره حيت في اللحم ما جاتش العود تخاف عليه الا جات في العظام ولا جات في العصبه زي يحركوا دابا راه كيتحرك العود مزيان زيد العصب ما مقيوش لا اللحم الحمد لله يخص غير اللحم هاد الماده هادي كنقول لها احنا هاد الرشاشه قري كطلع اللحم حنا درنا المجهود الكامل على الله وكنطلبوا الله غدا ان شاء الله راه غيجينا واحد الطبيب والكمال على الله وكنطلب من السلطه ومن الناس المختصين وعلى راسهم السيد عامل صاحب الجلاله على اقليم خريبكا يشوف لنا مع هاد الفيترين اللي دايرين لنا هاد الحاله يشوف معهم شخصيه كنطلبوا منه يشوف يعني اقليم قدو ما فيش طبيب بيطري واش اقليم كامل عندنا خمسه ديال الفيترينير خمسه ديال الفيترينير كلهم ما كاينينش ملي مشينا كاينين جوج قالنا ما عندنا ما نديروا لهم وما عندي ما ندير لك هما فاتحين السي الحاج فاتحين هما فاتحين وجينا عندهم حتى العياده ونزلنا لهم العود وشافوه قال لك جيبوه وملي جناه وما عنديش البنج اذا هذو غير مؤهلين ما ندير لك علاش شحال هو اصلا علاش شحال الدبلوم ديالو مباشره من وقت الحادث جبتوه سميتو في البلاصه حيت ما عندناش ما نديروا ليه شافكم هذا ولا عيط لي في التليفون قالنا جيبوه هي مني شاف ملي جبناه قال لك وما عنديش ما عندي ما ندير ليه وما عنديش البنج ولكن هو الطبيب يقدر يتصرف في عيط لشي واحد وما دارش لي حتى البيني ما ضربش لي حتى البيني في راسو وخرج ودار لنا هذا قرضف علينا بحال حنا جايين ما كنطلبوا على العشاء ولا كنطلبوا على هذا راه ماشي طبيب هذا لا داعي للاسم ديالو هذا راه ماشي طبيب هذا خصو يتحاكم مع هذا العود هذا وخصني نشوف جمعيه الرفق بالحيوان ونشوفوا ما ندير والله يجزيكم بخير بغينا جمعيه الرفق بالحيوان تدخل كنطلبوا من الناس المسؤولين ديال جمعيه الرفق بالحيوان تدخل وفي اسرع وقت مادام ان هاد السيد خصو يتحاكم هاد السيد هاد السيد راه خصو يتحاكم هذا ماشي فيترينير هذا هذا ماشي انا اللي فلاح غادي نخيط دابا عبي برو الخيط كيفاش غندير ليه ما خصنيش تخلي عاود يضيع وعاود ما يستاهلش الضياع فما بالك بالبشر هذا عاود خلى هذا راه يسيب واحد ميت ويزيد كنطلبوا من الجمعيات ومن الناس المسؤولين وعلى راسهم السيد عامل صاحب الجلاله على اقليم خريبكا يتدخل في اسرع وقت يشوفوا ما يديروا معنا في هذا العود هذا
هذا العوده الله يسمح ميت غيتحين هذاك هذاك الفيترين راه ما داير لنا والو غنحملوا المسؤوليه لا داعي الاسم ديالو ملي يجي الوقت نشوفوا الحيزو دابا اللي عطى الله عطاه ايه شنو دابا الطلب ديالك المطلوب آه. مطلوب كنطلب من الناس المسؤولين وعلى راسي السيد العامل يجي يشوفوا لنا هذه العوده اش يديروا ليه ها هو دابا حنا درنا ليه غير الاسعافات الاوليه على جهه دخلنا حنا دابا على المباشره السيد والناس كتشوف فينا بحال ما شي طبيب بغى يتطوع مثلا اشنو تقول ليه ولا شي رقم الهاتف ولا الله يجازيه بخير الله يرحمه الرقم ديالي 06 61 66 07 22 راه دابا في الاستيبل عندي دابا حنا في الدار كنتواجدوا في الدار عندي ما جبناه نخلصوا حنا ماشي شوف حنا ما باشي نخلصوا تخلص يعني بالساعه تخلص بفلوسك غير يجي اللي حسب فقط يعني يشد الترونسبور ويجي يجي انا باش نجيبه ما عندوش تخلصي الترونسبور خلصي الدواء انا المهم عندي العود الدواء الدواء يتطوع الله يجازيه بخير خلصوا الله يجازيه بخير الدور الله يجازيه بخير حنا راه ما درنا العود تقادن به العود العود راه كيضرب زوج المليون في العام العود راه رخيصه ديال 8 درهم حيت انت معروف في الاقليم وربما معروف حتى معروف على الصعيد انا رئيس سابق جامعه ولاد عبدون يعني ورئيس جمعيه فرصه التبوريده لولاد عبدون شحال في هذا الميدان في هذا الميدان ما كنتش نقول لك ولد 7 سنين 8 سنين ولد 7 سنين هادشي ورثناه ابن عن جد يعني دوزتي خيول عندي خمسه دابا خمسه دابا حاليا عندي خمسه منهم هذا واش سبق لك تعرض لشي لا ما عمرها سبق لك تعرض لهذا بحال هكا ما عمرها سبقات كيضربوا شي شويه شي ضربه صحيح صغيره شي ضربه هذه ضربه واعره شي شويه حيت مكحله هذا البارود هذا حيت مكحله حاليا دابا عرفتي خمسه هاد الخيل اش كيعطونا عليهم حنا راه شادين هاد الخيل هي المناسبات عيد العرش حبا ولكن لسيدنا عيد العرش عيد مولود النبوي عيد حنا كنتبوردو بمناسبات عيد العرش وعيد الشباب اذا اذا مخلينهم كتحتفلوا بهم الاعياد الوطنيه الاعياد الوطنيه دابا حاليا حنا راه دايرين الموسم مناسبه ديال عيد الشباب ديال سيدنا نصر الله وايده وابقى اخرى لهذه الامه الله يزيدنا في عمره والله يخليه لينا خصوصا يعني التراث هذا اعترف فيه اليونسكو ولا عندنا كنفتخروا به كمغاربه هي تعترف فيه اليونسكو يعني فاش تشوف عود كيعاني لحد الساعه هو كما قلتي ما عجبتوه جبناه كيضرب نص ساعه كان عند الفيترين تقريبا شحال من ساعه هو كيعاني هذا العود دابا كيعاني دابا ثلاثه السوايع ديال الاربعه هو كيعاني ثلاثه السوايع وهذا العود هذا مسكين هو كتشوفه في الحاله ديالو ربي اللي تيعلم به صراحه ما كيدويش غير شوكه وكان ما كنعسوش حيت هو ما كيدويش لا اله الا الله محمد رسول الله وكنتمنى ان شاء الله كنتمنى شي طبيب يكون في قلبه الرحمه فين ما كان في المغرب فهاد الناس هادو هما مستعدين انهم يعوضوا ليه اي ثمن يعوضوا ليه على كل شيء باش يجي يعتق هذا الحصان هذا اللي ما كيدويش ما كيتكلمش ولكن راه كما قال السي الحاج حيزون ان بهذه الخيول هذه راه يعني ساهم في نشر الاسلام هي والسي حيزون راه معروف ومحافظ على هذا التراث هذا ومن الناس اللي حنا كنعقموا وكنخيطوا الروسنا كنعقموا وكندير الاسعافات الاوليه على داك الشيء باش عرفنا الحشومه راه خاص كل الموسم يكون فيه طبيب